السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: هل كل التلاميذ هم في حاجة إلى دروس الدعم؟ هذا خطأ وارد جدا. إذا كانت الإجابة نعم، أصبح الآن الولي تحت ضغط كبير جدا، أو ولي الأمر سواء كانت الأم أو الأب عادوا تحت ضغط كبير. الحاجة الثانية، أصبح هناك تضارب ما بين الدروس اللي قدموا في حصص الدعم والدروس الموجودة في المدرسة. أصبح التلميذ في حيرة، هل يتبع أستاذ الدعم أو يتبع أستاذ القسم؟ وهنا التلميذ فقد الثقة في أستاذ. هناك تلاميذ من ضيعوا عامهم الدراسي بتناقضات ما بين أستاذ الدعم وأستاذ القسم، وهنا ظهرت ظاهرة أخرى، أصبح هناك قلة ثقة في المدرسة. التلميذ ما عادش يثق في المدرسة، التلميذ عاد ما عندهش انتماء للمدرسة تاعها، ما عادش ينتمي للحياة المدرسية، لأن كان هناك حياة هامشية أو موازية للمدرسة، خلاص ما عادش يحتاجها المدرسة. وهذه يعني تعتبر نقطة ضعف، ماهيش نقطة قوة، وهذه لازم ننتبهولها بشكل جيد. إذا أستاذ الدعم أصبح ملزم عليه أنه يقدم في ظل هذا التنافس، في ظل هذه الحصص المدارس الخاصة اللي أصبحت تنافس بعضها، لازم هذا الأستاذ يقدم منتوج أفضل، لازم يقدم دروس أفضل، لازم مش يقدم درس كامل. ما ألاحظه أنا في حصص الدعم خاصة للأساتذة، يعني الأساتذة اللي درسوا بشكل منفرد، مش نتحدث عن المدارس الخاصة، لأن هناك مدارس خاصة عندها أقسام وتضبطها، ولكن هناك مدارس خاصة لا تلتزم أيضا بالدعم البيداغوجي التربوي اللي هو يراعي الفروقات ما بين التلاميذ. للأسف الشديد نلاحظ أن هناك أفواج تاع دعم تاع دروس خاصة فيها 200 تلميذ، وهذا الأمر الكارثي. يعني هناك 200 تلميذ في مدرج أو في قاعة، أستاذ واحد يشرح لهم في الدرس، وأستاذ واحد يقدم لهم في تمرين. كيفاش أن الآباء والأسر تشتكي أن القسم فيه 40 تلميذ مشكلة يعتبر الأستاذ، القسم فيه 40 تلميذ يعتبر مشكل الأستاذ، وهو قسم غير تربوي تماما. قسم التربوي المتوسط تاعه 25 تلميذ، يعني هذا عالميا قسم التربوي 25 تلميذ إلى 20 تلميذ، هذا يعتبر باش الأستاذ يقدم درسه بشكل ممتاز وبشكل مثالي. في ظل الظروف اللي احنا عايشينها هناك أقسام فيها 30 تلميذ، عادي يستطيع الأستاذ يقدم في تلميذ 30 تلميذ، وهناك أقسام تفوق حتى 40 تلميذ، ولو أن الوزارة محددة 43 تلميذ لازم القسم يتجاوز 43 تلميذ. الآن كيفاش فهمني كيفاش أن تلمي أو مدرج أو قسم فيه 200 تلميذ وهناك موصل حتى 300 تلميذ؟ يعني بعض الأقاويل طبعا أنا أعطيكم، أنا المتأكد منها 200 تلميذ، متأكد منها تماما، يعني مش إشاعة، يعني يقدم درس 200 تلميذ ووجود تلاميذ من مناطق بعيدة باش يدرسوا في قسم فيه 200 تلميذ، ويخلي قسم المدرسة اللي فيه 30 تلميذ، يعني أقسام البكالوريا الآن ماهيش مكتظة في علوم مثلا تصل حتى 25 تلميذ، يخلي قسم فيه 25 تلميذ ويروح يقرأ في قاعة فيها 200 تلميذ فقط، هو حاضر أرسلها الأب بتاعه راه حاضر وراه يعدي في الوقت، لأنه مستحيلات من المستحيلات السبعة أن 200 تلميذ باش يفهموا على نفس المقدار، هذا ما كاش منه، وهذا راه إشكالية كبيرة جدا. هنا يرى المفروض واحد يطرح سؤال عن نفسه، هل فعلا الدعم اللي قدم فيه أستاذ في قاعة فيها 200 تلميذ هو دعم حقيقي؟ طبعا هنا أنا لست ضد حصص الدعم ولست ضد حصص التقوية، لكن يجب مع حصص التقوية التي تحترم عقل التلميذ، حصص التقوية التي تحترم بيئة التلميذ التربوية التعليمية اللي راه قادر يستطيع أن يستقي منها معلومات، لأن قادر التلميذ أن يتعلم بشكل فردي، باستطاعة التلميذ أن يتعلم بشكل فردي. أبسط الأمور، أنا مثلا القناة تتعي فيها بعض الدروس، بعض الملخصات لما تجاوزي 10 دقائق 12 دقيقة في أقصى حد 15 دقيقة، يعني باستطاعة التلميذ، هناك قنوات متخصصة في الرياضيات في العلوم، باستطاعة التلميذ هذا أن يشاهد هذا الدرس، يعني درس من الدروس في هذه القناة ويفهمه بشكل جيد ويعود مباشرة إلى القسم وهو قد استطاع أن يفهم الدرس وأن يكون في مستوى واحد مع التلميذ المتفوق أو مع التلاميذ الذين تجاوزوه في الفهم. لهذا هنا أنا أنبه الأولياء، حصص الدعم ليست ضرورية لكل التلاميذ، لأن هنا دور المدرسة أصبح مفرغ، ما عادش عندها دور المدرسة. إذا كانت أنت التلميذ تروح تديه مباشرة إلى حصص الدعم، مباشرة إلى المدارس الخصوصية وتصرف عنها أموال طائلة، المدرسة تصرف عليه أموال وأنت أيضا تزيد تصرف عليه أموال، ومن بعد التلميذ ممكن ما يحققش النتيجة المطلوبة، ممكن ما ينجحش، ممكن إذا نجح ينجح بمعدلات ليست جيدة. طبعا أنا مع حصص الدعم التي تحترم شروط التربوية، يعني قص قاعة فيها 25 تلميذ 30 تلميذ عادي مع أستاذ متفرغ لهم يفهم في الدروس، يحاول يسد الثغرات في الفهم بشكل عادي، كان حتى إشكال التلميذ هذا لازم أنت كأب
كأسرة تتواصل مع المدرس الذي يدرسه. من أفضل التلميذ يدير حصص الدعم عند الأستاذ اللي درسه في المدرسة، وهذا هو المطلوب، لأنه مش ما يختلفش أسلوب الأستاذ في الفهم، أو حتى إذا اختلف أسلوب الأستاذ في الفهم ما يكونش هناك فروقات في فهم التلميذ للدرس، لأن جودة التدريس تختلف من أستاذ أستاذ. هناك أستاذ يمتلك القدرة باش يفهمك بشكل جيد، وهناك أستاذ ربما عندها مشكل في إيصال الفكرة، أو يوصل لك الفكرة بمفهوم أنت ما فهمتهاش بشكل صحيح وبشكل واضح. ونبه التلاميذ أنه مش شرط أنه لازم أنت تحضر حصة الدعم، لازم باش تروح حصة الدعم إذا كان عندك نقص في فهم خلال الدرس ماكش فهم الدرس. هنا تضطر أن أول شيء تسأل زملائك، أول شيء هاي أبسط شيء، قبل ما تسأل زملائك تسأل أستاذ آخر في المدرسة الموجودة عندك. يعني هناك ست، يعني تلقى أستاذ المادة الواحدة هناك ست أساتذة في المدرسة كلهم يدرسون نفس المادة. إذا لم تفهم عند أستاذك هنا روح للأستاذ الآخر. يعني التلميذ ما يستسهلش الأمر، ما تروحش مباشرة إلى حصص الدعم، أبدأ أولا بالأشياء الموجودة عندك اللي ما تكلفكش أموال وما تكلفكش جهد كبير. روح للأستاذ الثاني، هناك أساتذة آخرين فاهمك، تروح التلميذ اللي هو فاهم أيضا، زميلك اللي جالس تحتك يكون فاهم خير منك يفهمك. لذلك هذه نقطة مهمة جدا. راح نختم بالنقطة الأخيرة اللي هي ما هي الأسباب أن التلميذ أصبح يروح يقصد حصص الدعم. هو كيفاش نقولوا المشتتات أو الأمور التي تشتت ذهن التلميذ اللي أصبحت كثيرة وكثيرة جدا. الأمور اللي ممكن تشتت ذهن التلميذ هي الوسائل التكنولوجية الحديثة اللي هي الحاسوب ميكرو ولا البورتابل، وخاصة البورتابل أو وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو اليوتيوب وما إلى ذلك. الآن أصبح الكثير من المنبهات الخارجية التي تلهي التلميذ عن الهدف التاعة أصبحت تشوش. الآن التلميذ في المدرسة أصبح يعيش حياة فيها الكثير من الضوضاء، فيها الكثير من التشويش، فيها الكثير من الملهيات، بحيث أنه أصبح باش يشوف الهدف التاعه هو أنه يحقق ينجح باش ينتقل البكالوريا ومن بعد يروح الجامعة أو باش ينتقل إلى المتوسطة إلى الثانوية وما إلى ذلك. لا، أصبحت هناك الكثير من الملهيات تشتت ذهنه، وخاصة في المدرسة، لأن المدرسة فيها عدد كبير من التلاميذ، فيها العدد كبير من الناس، وهي حياة كاملة. أصبح هذا التلميذ لا يهتم. لذلك الآن إذا أنت أصبحت لا تستطيع أن تتخلى عن الهاتف المحمول، استغل الهاتف المحمول باش تفهم الدرس، بأنك تحضر دروس في اليوتيوب مثلا تفهمك. هناك الكثير من الأساتذة الممتازين في، وأنا بحول الله في القناة راح نقترح عليكم العديد من القنوات التي تحتاجوها في كل المواد التي تحتاجوها أو التي تدرسونها. إذا أكتفي بذلك، عارف أن الكلام أو يطول عن هذا الموضوع. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الإعجاب، المشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة على الناس، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.